محمود التوكشر فرح الدولي امبارح. الحمد لله على السلامه كل الضيوف اللي جات ونورت. قصدي اللي كان اللي كان اللي كان صاحبي صاحبي اللي ما يقدرنيش ما يلزمنيش عجبي على صاحب في عز الأزمة ملوش. صلوا على النبي يا اخوانا خليكم معايا 5 دقايق والنبي لا تقدروا في يوم ولا تشيلوا في الأزمة. اسمع مني خبر عاجل يا ما اقتل صاحبه راجل. أبو غنى أبو غنى اسمع مني خبر عاجل يا بخت وصاحبه راجل في الشدة يبقى راجل في الفرح يبقى جنبك في الحزن يبقى شايل. يا شوال يا شوال الحمد لله على السلامة السلام عليكم. والصاحب مصلحة والآدم رياحة. محمد زيزي محمد زيزي الكلام ده بالأول عشان أحمد عادل عشان المميز عشان أحمد عادل وكل الكلام ده بصبع عشان ملانا وعشان عصام عادل عشان نجمة المميز واحد بس المحترم كابتن يوسف شعبان وأحلى بنفراوي ليه ده وأحلى عم إكرامي رمضان والزعيم وشحت البنا وأولاد شاكر وابن المعلم معلم والخواجات. الله الله الكلام ده هو اللي هو صلى على العسل الراب الصبع عليك يا باشا. اسمع مني خبر عاجل يا بخت صاحبه راجل في الشتا يبقى راجل في الفرح يبقى جنبك في الحزن يبقى شايل. والصاحب مصلحة والآدم رياحة والعقد كله فيه بيزم العريس. يا احمد عادل تعالى نفرح شويه يا عم تعالى نفرح شويه يا احمد. اصحاب العريس معانا كده ايه حضره النبي انا وانتوا والطبله والسقفه اللي مش هنسقف فيهم يروح. يلا صحاب زي المطر بس الرجوله الرجوله الراجل كده على اللي سقف معايا الراجل كده على اللي هيفرح معايا. صلى على النبي صلى على النبي عندنا على السلامه يا باشا حسين حق الدكتور حسين حياد على العريس على العريس دكتور حسين حواد الحمد لله على السلامة أبو يوسف أحمد بن حمد الحمد لله على السلامة العسلامة حضرة النبي يلا عريس دكتور حسين حواد